أرحب بكم مشاهدينا في برنامج الصحة أولاً من فرانس 24. في حلقة اليوم نستضيف دكتور رضوان شبصيغ لفتح الملف التالي: ما هو تأثير هرمون التستوستيرون على حياة الرجل الجنسية؟ في هذه الحلقة تشاهدون روبورتاجاً عن دراسة طبية بلجيكية حديثة تكشف عن أن هرمون التستوستيرون التعويضي يقلل النوبات القلبية عند الرجال، ومن ثم سيجيب دكتور شبصيغ عن أسئلتكم التي طرحت عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج. أرحب بك دكتور رضوان. في البداية، هل من الممكن التعريف بهرمون التستوستيرون؟ أي غدد تفرزه وما هي وظيفته في جسم الرجل؟ تفضل. شكرا سونيتا. هرمون التستوستيرون مهم جدا، وهو يفرز في جسم الإنسان عند الذكور من الخصيتين بشكل رئيسي. فغدتين خصيتين تفرزان هرمون التستوستيرون. هناك كمية قليلة من التستوستيرون يمكن أن تفرز من غدة ما فوق الكلية أو غدة القذر، لكن الكمية العظمى في جسم الرجل تأتي من الخصيتين. وما هي الوظيفة؟ وظيفة هرمون التستوستيرون، هرمون التستوستيرون وظائف متعددة، تنقسم إلى وظائف جنسية لها علاقة في الرغبة الجنسية، الانتصاب والقذف، وهناك أيضا وظائف أخرى استقلابية غير جنسية، منها بناء العضلات أو تنمية العضلات في جسم الإنسان، القوة، الطاقة، زيادة الكريات الحمراء في الدم، وتحسين استقلاب السكر والشحوم في الدم. إذن وظائف متعددة. شكرا لك على هذه المقدمة دكتور رضوان. ننتقل الآن إلى هذه الدراسة الطبية البلجيكية الحديثة التي سلطت الضوء على دور المكملات الهرمونية التعويضية في تقليل نسبة إصابة الرجال بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بشكل كبير. كل التفاصيل في هذا التقرير، تعالوا نشاهد. استخدام الرجال الذين يعانون من مشاكل في القلب لحقن أو مرهم هرمون التستوستيرون قد يزيد من خطر إصابتهم بأزمات قلبية وسكتات الدماغ، حسب آخر ما توصل إليه علماء أمريكيون وأوروبيون أيضا. وأجرى الباحثون دراسة في جامعة تكساس شملت 9000 حالة من الرجال خضعوا لتصوير للأوعية التاجية بين عامي 2005 و2011، وهو إجراء لفحص الأوعية الدموية عند ظهور أعراض مثل وجع في الصدر أو زيادة في خطر الإصابة بأمراض الدقيق أو تقلص شرايين القلب. وتبين أن الرجال الذين يبلغ معدل أعمارهم 60 عاما فما فوق يعانون من انخفاض في مستويات التستوستيرون. وتابع العلماء الرجال لمدة 28 شهرا بعد تصوير أوعيتهم الدموية، وتبين أن 62% من الذين كانوا يتلقون العلاج بالتستوستيرون أصيبوا بأزمة قلبية أو سكتة دماغية أو توفوا نتيجة سبب آخر، في حين أن 20% من الذين لم يخضعوا لهذا العلاج أصيبوا بهذه الحوادث أو فارقوا الحياة. دكتور رضوان، هل صحيح أن هرمون التستوستيرون التعويضي من الممكن أن يحل المشاكل القلبية لدى الرجال والسكتات الدماغية كما رأينا في هذه الدراسة؟ طبعاً أنا الجواب على السؤال يكون بأن هرمون التستوستيرون عند الرجال الذين عندهم مستوى هرمون التستوستيرون منخفض أصلاً هو علاج تعويضي كما ذكرتي لإعادة هرمون التستوستيرون إلى المستوى الطبيعي. هذه الدراسة وعدد من الدراسات السابقة أظهرت أن الرجال الذين يأخذون المعالجة التعويضية بالتستوستيرون وعندهم أيضا أمراض أخرى تؤثر على الأوعية الدموية والقلب كمثل السكري وارتفاع الضغط وارتفاع شحوم الدم والسمنة، هؤلاء الرجال ممكن أن تنخفض عندهم
ويتحسن السكري، تتحسن شحوم الدم، يتحسن ضغط الدم، وتتحسن وتقل السمنة. هؤلاء الرجال الذين ينخفض وزنهم ويتحسن السكري عندهم يمكن أن يتحسن احتمال إصابتهم بحوادث قلبية ووعائية مثل الجلطة القلبية والجلطة الدماغية. شكرا على التعقيب، ولكن ما هي نسب التستوستيرون الطبيعية لدى الرجل؟ إذن حسب طبعا مراحل العمر المختلفة، لأنه في الشباب النسبة تكون ربما مرتفعة غير عندما نصل إلى مرحلة متقدمة من العمر. تفضل. نسبة التستوستيرون تكون عالية عند الشباب وتنخفض بشكل تدريجي مع تقدم العمر، ولكن تبقى في ضمن المجال الطبيعي. المجال الطبيعي للتستوستيرون عريض قليلا، فهو ليس ضيق من ناحية الأرقام المخبرية. لكن ما الذي تقصده بذلك؟ يعني مثلا إذا كان قياس التستوستيرون بالنانوغرام بير ديسيلي بالديسيليتر ممكن يكون بين 300 والألف. نعم. لكن إذا كان عند الشباب مثلا الرقم هو 500 أو 600، ممكن يكون عند الكبار في العمر هو 400 أو 350. هؤلاء هذه المعلومة عند الرجال المتقدمين في العمر بصحة طيبة. أما الرجال الذين يتقدمون في العمر وعندهم السمنة أو السكري، فهؤلاء يمكن أن ينخفض التستوستيرون إلى تحت الحدود الطبيعية. نعم. هل هناك تأثير فعلي لمستويات هرمون التستوستيرون على الحياة الجنسية عند الرجل؟ وهذا هو عنوان الحلقة اليوم. وكيف؟ هل من الممكن أن تشرح لنا؟ تفضل. هرمون التستوستيرون مسؤول عن كل الوظائف التي تتعلق بالوظيفة الجنسية وحتى وظيفة التكاثر والإنجاب. فمثلاً نبدأ بالرغبة. الرغبة الجنسية هرمون التستوستيرون له دور كبير في حدوث الرغبة الجنسية، وهذا يحدث عند البلوغ عندما الأطفال يبلغون وينتقل الطفل إلى رجل تبدأ الرغبة الجنسية. وإذا انخفض هرمون التستوستيرون أحد الأعراض المهمة جدا هي انخفاض أو غياب الرغبة الجنسية. لهرمون التستوستيرون أيضا دور كبير في الانتصاب سواء للممارسة الجنسية أو الانتصاب أثناء النوم أو عند الاستيقاظ. لهرمون التستوستيرون أيضا دور كبير في الرعشة الجنسية أو ما يسمى باللغة الإنجليزية الأورغازم، وله أيضا دور في إنتاج السائل المنوي وفي القذف. فكما نرى لهرمون التستوستيرون دخول وتأثير كبير في كل أقسام الوظيفة الجنسية ووظيفة التكاثر. يعني نسبة سليمة من التستوستيرون يعني حياة جنسية سعيدة، هذا ما أفهمه منك دكتور رضوان. ما هي نصائحك إذن للحفاظ على مستويات جيدة من هذا الهرمون، وما هي العلاجات التي تنصح بها؟ هل هي يا ترى تغيير في نمط الحياة، في نمط الغذاء، أو علاجات أخرى ربما دوائية؟ تفضل. النصيحة الأولى والمهمة جدا هي الوقاية من السمنة، وخصوصا السمنة في البطن، فما يسمى في بلاد الشام وعلى العديد من البلاد العربية الكرش أو الكرشة أو كرش الوجاهة. فالسمنة في البطن تؤدي إلى انخفاض هرمون التستوستيرون. فالمحافظة على الحمية الجيدة، الأكل باعتدال، الطعام باعتدال، والرياضة ستحافظ على هرمون التستوستيرون حتى إلى أعمار متقدمة. طبعا إذا كان الإنسان أصيب بنقص التستوستيرون فالنصيحة هي مراجعة الطبيب المختص وإجراء الفحوص المخبرية وأخذ المعالجة التعويضية فقط بإشراف الطبيب. يبدو أنه بعض الدراسات تقول أنه التستوستيرون يحسن أيضا الحياة الجنسية لدى المرأة. ننتقل الآن إلى أسئلة مشاهدين الذين كتبوا إلينا على صفحة الصحة. أولا سامي من الأردن يسألك: ما هو تأثير العلاج الكيماوي على التستوستيرون؟ المعالجة الكيماوية ممكن أن تؤثر على عديد من وظائف جسم الإنسان بتأثير سلبي مؤقتا،
وأحد هذه التأثيرات ممكن أن تخفض أو تنزل مستوى هرمون التستوستيرون. فينصح بالانتباه إلى هذا الموضوع بعد الانتهاء من المعالجة الكيميائية للسرطان والأمنيات بالشفاء لمن يأخذها. شكراً. هشام من الجزائر يسألك: هل هناك أطعمة تؤثر إيجابياً على مستوى هرمون الذكورة؟ بشكل عام، الحمية الغذائية المتوازنة والمعتدلة، الأكل باعتدال والوقاية من السمنة، هي تؤدي إلى تحسين هرمون التستوستيرون بشكل ممتاز. طبعاً هناك بعض الدراسات غير المؤكدة أن الإفراط في الأطعمة التي يوجد فيها هرمون الأنوثة أو الإستروجين، مثل زيت الصويا وفول الصويا، الإفراط الشديد في تناولها ممكن أن يؤثر على تخفيض مستوى هرمون التستوستيرون، لكن هذه المعلومات غير مؤكدة بشكل نهائي من ناحية الدراسات العلمية. شكراً. ننتقل الآن إلى آخر سؤال من أحمد من السودان: ما علاقة الصلع بمستوى التستوستيرون؟ الصلع غالباً سببه هو سبب وراثي، ويأتي في عائلات وينتقل من جيل إلى آخر. هرمون التستوستيرون له أهمية في حدوث الصلع، لكن ما هو السبب الرئيسي للصلع؟ والهرمون التستوستيرون هو ضروري للرجال، فطبعاً هناك الأدوية التي تؤخذ لتخفيف الصلع، وهذه الأدوية تخفف من تحويل المادة الكيميائية أو الهرمون التستوستيرون إلى داي هيدروتستوستيرون في بصلات الشعر، مثل دواء الفينستيرايد. لكن بالأصل أهم شيء في ناحية الصلع هو في الناحية الوراثية. شكرا لك دكتور رضوان شبسيق على كل هذه المعلومات وعلى الإجابات عن أسئلة مشاهدينا. شكرا وتحية كبيرة من باريس إلى نيويورك حيث أنت متواجد الآن. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم لحلقة اليوم وعلى تفاعلكم الدائم مع برنامج الصحة أولا. تستطيعون التواصل معنا دائما من خلال الكتابة إلينا بأسئلتكم على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامجنا أو على حسابي على الإنستغرام. نعود إليكم مع حلقة جديدة. دمتم بصحة جيدة وإلى اللقاء.